الشهداء الأربعة. نعم مؤلم، مؤلم هذا الارتقاء لهؤلاء الشهداء، ولكن هؤلاء ذخيرة. إذا تحدثنا عن عام 2022 ارتقى حوالي 170 شهيد، معظم الشهداء الذين استشهدوا وهم يقاوموا 90% كانوا من أبناء فتح. نعم، وإذا كان هنالك عدد قتلى 20 من الاحتلال، فتح هي التي نفذت هذه العمليات. هذا محط فخر لحركة فتح. فتح بل تؤكد على ضرورة القصاص من هذا الاحتلال وضرورة الانتقام لأرواح الشهداء عبر أذرعها العسكرية وتحديدا كتائب شهداء الأقصى. وأيضا يؤكد كل الأحداث الجارية أن أبناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية أصحاب عقيدة وطنية خالصة فدائية. نعم سيد هم محمد. امتداد للثورة الفلسطينية، هم امتداد لياسر عرفات ولصلاح خلف ولخليل الوزير ولسعد. نعم. صايل.